ايه ده؟ مين هنا؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك؟ الحمد لله بخير، ازيك قاعد انت؟ من زمان؟ من زمان انت مستنيك، جاي كنت عشان شغال. ايه؟ اسالك كام سؤال كده، مستعد؟ اتفضل اتفضل، مستعد مستعد، يلا يلا اسال. ركز معايا ركز معايا، انا اسالك مركز اسئله بس مهمه صبح اهو، ماشي؟ يلا خلصني واسال، خلصني اسئله واسال. مهمه ما عارف خليك اسئلتك. ايه؟ صاحي كده، لا انا مش عايز اضيع وقت، هنبدا على طول. انا صاحي وابدا، يلا يلا. جاهز؟ اوكي جاهز قول جاهز. جاهز جاهز. جاهز؟ ها؟ اوكي يلا بسم يلا الله ابدا. الرحمن الرحيم. مين هو النبي اللي اتكلم في المهد ولسه عايش لغاية دلوقتي؟ سيدنا عيسى عليه السلام. ماشي، شاطر، برافو عليك. مين هو كفيل سيدنا مريم؟ زكريا عليه السلام. السؤال الثاني، نجى ربنا أهل سيدنا نوح عليه السلام. أوكي، أهل سيدنا نوح عليه السلام إلا اثنين، مين هما؟ ابنه وامرأته. في اتنين نبيين امرأة كل واحد منهم كافرة، مين هما الاتنين النبيين سيدنا دول؟ نوح وسيدنا لوط عليهم السلام. ماشي اوكي. مين هو اللي هيقتل المسيح الدجال؟ سيدنا عيسى عليه السلام. ما هي اسم ناقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ القهواء. ماشي. أين هبطت سفينة سيدنا نوح بعد الطوفان؟ هبطت السفينة على جبل جودي بعد إبحار 6 شهور، كانت في عاشوراء. تعرف ايه هو اول طعام اهل الجنة؟ طعام اهل الجنة هو زيت كبد. احنا جايين النهاردة وجاهزين وكل الاسئلة بتجاوب عليها، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني اقول لك ايه مش عارف. اوكي، طيب هقول لك سؤال تاني، ايه هو الطعام اللي يجوز اكله ولكن لا يجوز بيعه؟ لحم الأضحية. اوكي ماشي. في سؤال، ايه هي اطول رحلة قام بها انسان في تاريخ البشرية؟ رحلة الاسراء والمعراج اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف انا اقول ايه دلوقتي، الناس تقول عليا ايه، جايب اسئلة سهلة، جايب اسئلة سهلة يعني. ماشي ماشي. ايه هي قدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة موجودة في السماء السبعة. طيب مين هم سيدات أهل الجنة؟ هي خديجة بنت خويلد وأسيا امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ومريم بنت عمران. طيب بص، انا هقول لك اسئله بسرعه كده عشان وقتنا، عشان ما نضيعش وقت حد. مين اتكلم على مين؟ دول دول مش واخد بالي قصدك مين يعني، اللي مش عايزين يضيعوا وقت، اللي هو اللي بيشوفوا الفيديوهات بسرعه كده. اللي معانا هنا. ما هي اهم شجره ذكرت في القران الكريم؟ موجودة في طور سيناء. شجرة الزيتون. طب انا اجيب اسئلة منين دلوقتي؟ اجيب اسئلة منين؟ ما انا لو انت عارف كل حاجة انا ليه بسأل؟ طيب من هو اول رسول، رسول ركز في فرق بين رسول ونبي، من هو اول رسول بعث في الارض؟
هو سيدنا نوح عليه السلام، وهو طيب كان بيلقب بشيخ المرسلين. قطع من الجنة موجودة في الأرض. الحجر الأسود. إيه هي أول ما نزل من التوراة؟ من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما هي عدد آيات القرآن الكريم؟ آيات القرآن 6236 آية. طيب ما هي السورة التي سميت بالفاضحة؟ هي سورة التوبة. من هو أول من أضاف اسم الله إلى اسمه من الخلفاء؟ المعتصم بالله، الخليفة المعتصم بالله. من هو النبي الذي آمن به كل قومه كلهم؟ سيدنا يونس عليه السلام. من هو الصحابي الذي لما مات اتهز له عرش الرحمن؟ الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه. من هي آخر من توفت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة أم سلمة رضي الله عنها. من هي الأم التي لم تلد؟ أم الكرة. ما هي المدة التي فضل فيها سيدنا إبراهيم في النار، في نار نمرود؟ المدة اللي فضل فيها جوه النار قد إيه؟ تعرف؟ فضل في النار لمدة 7 أيام. ليه تسمى سيدنا آدم هذا الاسم؟ لأنه خلق من أديم الأرض. ولماذا سميت حواء بهذا الاسم؟ لأنها اتخلقت من شيء حي. لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم؟ لأن سيدنا آدم والسيدة حواء لما هبطوا من الجنة التقوا في جبل عرفات. المكان اللي التقوا فيه في الأرض كان جبل عرفات، عشان كده سمي بجبل عرفات. من هي السيدة التي لقبت بجدة العرب؟ جدة العرب السيدة هاجر. من هو أول من ركب الخيل؟ هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. أين تفجر أنهار الجنة؟ الفردوس. أنهار الجنة تفجر في الفردوس. كم موضع السجود موجود داخل القرآن الكريم؟ 15 موضع سجود في القرآن الكريم. من هو أول من أذن في السماء؟ هو سيدنا جبريل عليه السلام، أول من أذن في السماء. من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ الذي قبضت روحه في السماء النبي إدريس عليه السلام. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. خلصت خلاص؟ خلاص. بس انتوا لو عايزين تعرفوا حاجة تانية قولوا لي، وانا اعمل لكم سلسلة تانية زي دي. لو انتم موافقين ان انا اعمل تاني اكتبوا لي تحت. ماشي؟ انت موافق؟ انا مستعد. هو عايز يعمل حلقات تانية، انا مستعد، انا موجود اهو، موجود هنا في اي وقت تقدر تكلمه. انا موجود. انت تسأل مين دول؟ اكيد احنا انتوا عايزين تعرفوا اجابات من اللي هنا، عشان انا مثقف جدا اللي يعني دول. انا مستني حلقات اللي هنا دول كمان عشان اوريكم انا قد ايه مثقف. قولوا له، قولوا له انت اعمله، قولوا له لو هو عايز تاني قولوا له. قول. طبعا طبعا انا بعمل حلقات، انا مش عارف باجي هنا عشان انت بتستفيد ولا لا. اجابتك وانت لو عايزك صح تاني قول لهم. انا موجود على فكره، بتقولوا كلمني. ايوه صح، انا بجي له كده. هو ايه بيعمل الاسئله؟ اكدوا عليا، انا ما عنديش مشكله. هو بيجاوب صح ولا لا؟ تشرفنا تشرفنا. يلا اشوفكم في حلقه ثانيه زي دي. معايا مين دول؟ هو ايه هي مستوى الاجابات عنه؟ يلا سلام.